تلقائيا حسب حاجة الشبكة الوطنية. هذه الشبكة التي أنجزتها اتصالات الجزائر في مدة قياسية ل14 شهرا فقط من الدراسة والتصميم والمفاوضات والتعاقدات ثم الإنجاز واليوم التفعيل، ستسمح بربط الجزائر بالعالم ل25 سنة القادمة، كما ستضمن تأمين الاتصالات بتوفير منفذ موازن للوصلة الحالية سيمي ويكات، والتي تجدر الإشارة أنها تسع تدفقا لا يتجاوز 2 ترابايت، كما ينتهي عمرها الافتراضي بحلول العام المقبل 2020. هنيئا لنا إذن والاتصالات الجزائر لهذا الإنجاز الذي يأتي تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية ولنظرته الثاقبة منذ 2005، حيث دعا إلى أن قطاع الاتصالات هو القطاع الاستراتيجي بامتياز للجزائر وللعالم ككل. سيدات والسادة، بالموازاة مع إنجاز هذه الوصلة، تم إنشاء 3 محطات جديدة للاتصالات الدولية، وإعادة تهيئة المحطة القديمة بموقع الجميلة بالعاصمة، حيث وقفنا منذ سويعات مع السيد الوالي على افتتاح المحطة الجديدة بسيدي سالم هنا بعنابة، والتي تستقبل الكابل البحري الجديد ميدكس، كما أن المحطتين الجديدتين بمدينتي عيون الترك بوهران وفالنسيا الإسبانية والمحطة المجددة بالعاصمة تنتظم التشغيل حين استكمال الخط البحري للألياف البصرية وهران العاصمة فالنسيا. هذا الأخير انتهت كل أجزائه سوى التوصيل الأرضي على مستوى الشاطئ الإسباني، والذي انطلقت به الأشغال منذ أيام بعد الحصول مؤخرا على موافقة السلطات الإسبانية، على أساس استكماله نهاية شهر مارس المقبل، ونتمنى أن ندشنه في بداية شهر أبريل 2019. في الواقع أيها السيدات أيها السادة، إن أهم شيء في هذه الإنجازات